الخصم بتاعت كهربا وانك تقللها للنص وانك تحفز اللعيبه، هل كانت وليده اللحظه عندك كابتن رمضان، ولا انت كنت مفكر فيها قبل ما اللعيبه جات لك؟ لانه كمان اللي اتقال لي انه زي ما حضرتك قلت اللعيبه كان موقفها جيد جدا وكانوا بيكلموك بمنتهى الحب على زميلهم، يعني هل يعني كان هناك مثلا افكار طلعت من اللعيبه، ولا هي كانت فكره محمد رمضان؟ لا، هي الفكره جت دي من اصرار اللعيبه. نعم. وانا عايز استثمر الاصرار دوت بشكل ايجابي. نعم. طب انتوا حابين كهرباء، طب يعني نعمل اي حاجه للصالح العام هنا، ايوه فاهم يعني. فانا الغرامه انا مقررها 1,000,000 جنيه، لو كسبتوا الزمالك هخليها 500,000 جنيه. طب وهل لو كسبوا هيبقى العين ممكن تبقى 250,000 جنيه؟ لا خلاص، انا بدات صفحه جديده، انتهى الموضوع بتاع نعم. الكهرباء، انا بدين اتقفل، معاه من جديد يعني. اتقفل على لو كده. ربنا كرم، لو ربنا كرمنا وكسبنا العين، ما هو اكيد هيبقى ليه مكافاه. ده صحيح. نعم بالتأكيد.